السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. اليوم عندنا هاد لاماشين كما راكم تشوفوا فيها الكحلة، وهي لامارك بي، واللي عندهم لاتونسيون كما راكم تشوفوا والطوندور مهاد الجهة. دونك هنا عندنا بروبليم في هاد لاماشين، وهاد لو بروبليم يصرى بزاف في هاد لي ماشين. هاد لي ماشين حاجة مليحة، مي البروبليم يصرى بزاف في هاد لي ماشين، الا تبعوني باش توليو تفيريفيو حوايجكم في لا ماشين نتاعكم اللي عنده كيما هادي. دونك هنايا راه عندنا بروبليم في هاد لا ماشين. دونك هنا شوفوا عمود الابره فوالا راه يطلع ويهبط عادي، مي لو بروبليم راه هنا في هاد عمود الابره. دونك هنا كما راكم تشوفوا فوالا هنا نشوفوه ثابت، مي كي نهبطو لتحت نجبر لو جو في عمود الابره، وهذا هو لو بروبليم اللي صرا تقريبا بزاف في هاد لي ماشين اللي راكم تشوفوا فيها. يصرا بزاف مشكل هذا في هاد لي ماشين كما هادو. دروكا غادي تعرفوا كيفاش تنجمو تريباريو هاد المشكل بوحدكم. دونك لي صرا تولي لا ماشين دقرد الابره وما تخيطلكمش، غادي توجور فيريفيو هاد عمود الابره بهاد الطريقه. لازم مام يكون شويه هكا صغير يكون ما تخيطش. دونك هنا فوالا لو جو لي راه هاد لا ماشين جامي تخيطلكم. دونك هنا غادي نوريكم كيفاش تنجمو تريباريو هاد المشكل بوحدكم، وهي طريقه سهله كما وريتكم. فوالا لو جو راه عندنا هنا فوالا. دونك هنا كان واحد الفيس يكون محلول، دونك هنا نوريكم كيفاش تزيروا هاد الفيس اللي يكون هنا بلا ما تنحيو هاد الاجزاء. تبعوني باش تفهموا علاش راني نهضر. دركا غادي ندور انا هكذا ونجيب هاد اللاكس اللي هنا بهاد الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. فوالا نجيبو بهاد الطريقة وندور لا ماشين تاعي. هادي حاجة سهلة نجمو تعملوها، أنا ما عنديش نجموش تشوفو الفيس هنايا، الفيس هو هنايا. بهاد الطريقة غادي أنا نزير الفيس تاعي، كي ديرو غادي تشوفو لا ماشين تاعكم، وغادي تلقاو ثلاثة تاع لي فيس، كان واحد فيهم لازم يتزير، إلا تبعو الفيس وزيرو الفيس اللي يكون محلول باش هذاك المشكل يتعدل. كي تكونوا دورو باش تحوسوا على الفيس كان واحد كبير هواني ماشي خاطي، ودورو هكذا بشويه فوالا، دورو هكذا بشويه غادي تلقاو الفيس اللي راه محلول هنايا فوالا. قلنا كان واحد كبير نتاع البير بروكا، ودورو هكذا فوالا كيما راني نحوس عليه انا. كان تاني واحد ديريكتومون تشوفوه هكذا، زوج كاين هذا الزوج هذا خاطي، مي توجور تفقدوه نديرو هكذا فوالا. عاود دورو شويه يجي من الفوق بهاد الطريقه، غادي انا نزير البيس تاعي بهاد الطريقه الفوق. انا هاني زيرت فوالا فوالا، هذا هو الفيس اللي راه منقوف ما يبانش مليح، مي يجي من الفوق بهذه الطريقه فوالا. ديروا الضو وتشوفوا لو فيس نتاعكم وتزيروا الفيس فوالا. انا هاني زيرت الفيس، غادي تشوفوا لا ماشين فوالا فوالا. ندور بهذه الطريقه نشوفوا اسكو المشكل فوالا، المشكل راح فوالا فوالا، هذا راه ثابت. دونك الفيس يكون كيما وريتكم، الفيس تاع هذا دي فوا ينحل ويصرى بزاف في هاد لي ماشين. انا قلت لكم يصرى بزاف في هاد لي ماشين هاد المشكل. لازم توجور كيما وريتكم تشوفوا لو جو هنايا، دورو لا ماشين نتاعكم فوالا،
شوفوا هنايا فوالا كان واحد هذا كبير تاع الفيربروكا، زيدوا الدورو بشويه شوفوا واحد اون فاس صغير فوالا كان واحد اون فاس هنايا. دونك لو فيس هذاك راهو هكذا ديريكتومون الفوق، وتزيروا الفيس نتاعكم كي ديروا الضو غادي تشوفوه وتزيروا الفيس نتاعكم كما انا زيرت، والمشكل هذاك ما يبقى لكمش في لا ماشين. فوالا فوالا فوالا، نتمنى راكم فهمتوا هذا المشكل اللي صرا في هاد لي ماشين اللي عندهم طوندور ما تجيها ولا طونسيون ما تجيها ولا لا ماركا يعني اللي راكم تشوفوا فيها. مهم هاد النوعية راهي صرا المشكل توجور في هاد عمود الإبرة. نتمنى راكم كيما هادو، هادي راها جميع لي ماشين راهم كيف كيف كيولي دور عندي دي فيديو عليها، مي هذا يسرى قلت لكم بزاف في هاد لي ماشين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.